بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نناقش موضوع المختطفين والمخفين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي وصالح، وفي هذا نتساءل لماذا توغل ميليشيا الحوثي وصالح في اختطاف وسجن الآلاف من الصحفيين والسياسيين وغيرهم، وما آخر الإحصائيات في هذا المجال، وأين جهود الأمم المتحدة بما يتعلق بملف المختطفين المنصوص عليها في قراره الأخير، وما الدور الرئاسي والحكومي في تفعيل هذا الملف وتقديمه ضمن جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيا. هذه الأسئلة وغيرها حقيقة أضعها على ضيفي في الاستوديو هنا، المهندس صالح السقاف، وهو ناشط سياسي. مرحبا بك مهندس. حياك الله. يا مرحبا. كما ينضم معنا عبر الهاتف المحامي عبد الباسط غازي، محامي وناشط حقوقي بانتظار دخوله معنا. استاذنك استاذ مهندس صالح، في البداية نتابع هذا التقرير الذي يسلط الضوء على القضية ثم نبدأ حوارنا. مشاهدينا نتابع وإياكم هذا التقرير. اليمن الذي كان يوما ما سعيدا حوله الانقلابيون لمعتقل كبير، حقيقة لا تخطئها عين ولا يماري فيها عاقل. فمنذ سيطرة الانقلابيين انقلبت الأمور رأسا على عقب، فغاب القانون وعمت الفوضى، ذهب العقل وحضر السلاح. نصب البعض أنفسهم ولاة على الشعب واحتلوا قصر الجمهورية، وهم القادمون من كهوف التاريخ والجغرافية، فيما ألقي القادمون من الجامعات خلف جدران لا يسورها قانون ولا يسوغها عقل ولا منطق، فالحوثيون والعقل ضدان لا يجتمعان. وهناك حيث المجهول الذي لا يعلمه اليمنيون يقبع مختطفون يختلف بعضهم عن بعض في الكثير، لكنهم يلتقون على بغض العنف ونبذ السلاح، ويجمعهم عشق الحرية ونور الكلمة، وتلك جريمة كافية لتلقي بهم الميليشيا أبعد ما تستطيع، حتى لو هوى الانقلابيون بأنفسهم في الدرك الأسفل من اللاإنسانية باتخاذ المختطفين دروعا بشرية. قضية المختطفين في مجاهل الانقلاب لم تعد هما محليا، فالمنظمات الإنسانية حذرت وما تزال من الدرب الذي يسلكه الانقلابيون في تعاملهم مع الإنسان اليمني من خلال اغتيال أبسط حقوقه ومقومات إنسانيته. وإذا كان الاختطاف قد أبرز همجية تعامل الانقلابيين، فإن تعاملهم مع قضية الاختطاف أبرز أيضا مدى التناقض المتحكم في سلوكياتهم. ففيما يمارس الانقلابيون هواية الصمت الإعلامي وهم يملؤون معتقلاتهم باليمنيين، فإنهم يملؤون الدنيا ضجيجا حين يفرجون عن أحد المختطفين، متناسين أن الاختطاف يبقى جريمتهم المكتملة والتي لن تسقط بالإفراج. يفقد أفراد الميليشيا إذن كل بصيص نور من أنوار الحرية، فيحاولون جر المختطفين نحو النفق المظلم الذي يتخبطون فيه، غير أن عشاق الحرية لا يفقدون نورها حتى في أحلك المختطفات ظلمة وأشد المعتقلات قسوة. وإذا كان بعض المختطفين قد غادروا المختطف شامخي الرؤوس، وآخرين غادروا الحياة شهداء وشهودا على إجرام الخاطفين، فإن المؤكد أن الجميع لن ينعم بالأمن حتى استعادة الوطن من خاطفيه، ليعود اليمن فضاء حرية ويتلاشى المعتقل الكبير. شكرا للإخوة في إعداد هذا التقرير. عموما أبدأ معك المهندس صالح فيما يتعلق بملف المعتقلين، هذا الملف الذي يعتبر وصمة عار في جبين الميليشيات أيا كانت من أي طرف في أي بلد كان، يزداد يوما بعد يوم، تزداد كتلة الثلج من الاعتقالات وإيداع الأطباء والمهندسين في السجون. برأيك لماذا توغل هذه الجماعة في عملية الاختطاف والسجن والاعتقال والإخفاء القسري رغم أنها تسيء لها بالدرجة الأولى؟ بداية بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أخي مختار والإخوة المشاهدين، ونسأل الله عز وجل ونحن الليلة في أول ليلة من ليالي العشر المباركة في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا وإياكم المشاهدين الكرام من عتقاء من النار، وأن يفرج عن 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 شعبنا وعن بلدنا هذه الغمة، وأن يكشفها بإذن الله تعالى. وعلينا أن نتوجه في هذه الليالي الكريمة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يكشف ما بنا من غمة. أخي الكريم، يعني بداية الله عز وجل عندما خلق الإنسان والشرائع السماوية أتت لتضمن الحرية لهذا الإنسان. خلق الله الإنسان
حر وأتى الدين دين الإسلام والديانات السماوية لتطلق الحرية لهذا الإنسان في هذا الكون. فمن يقف ضد هذا الاتجاه هو يقف ضد نواميس الكون ويقف ضد إرادة الله عز وجل. وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بشريعة الإسلام التي يعني يزعم هذه الميليشيات اليوم التي تزعم هذه الميليشيات أنها أنصار لله وأنها أحفاد لرسول الله، يعني هم يعملون بخلاف ما يريد الله وما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الاختطاف يعني معروف بأنه احتجاز ومنع حرية وتقييد، وكما تعرفه بعض القوانين بأنه منع شخص أو احتجاز شخص كرها للضغط على طرف ثالث لتنفيذ أوامر الاستجابة لأوامر ما في أمر ما وفي زمان ما. إذن هي جريمة. وكلمة اختطاف حتى عندما يعني تأتي إلى مسمع الإنسان كلمة فيها نوع من الخوف ومن الهلع، فيها نوع من الـ من الـ من الـ الإجرام ومن البشاعة ومن سرعة الجريمة. اختطاف واختطاف دون مقدمات، تأتي الكلمة هذه ليست لها مقدمات، وهذه جريمة لجأت إليها هذه العصابات، وهي واحدة من الجرائم هذه العصابات يا أخي التي لا يحدها حد ولا تقيدها قوانين، لم يقيدها دين ولم يقيدها قانون ولم تقيدها حتى أعراف لدينا في مجتمعنا الكبري. طيب يعني لماذا تلجأ الجماعة إلى مثل هذه الأعمال رغم أنها كما قلت تخالف ما تدعي وكذلك تسيء إليهم وتحملهم أيضا من الأوزار والجرائم أكثر مما هو أيضا موضوع على عاتقهم؟ أخي الكريم، هذه الأعمال هي دليل ضعف لدى هذه الجماعة. سلاح الخطف ليس سلاح الأقوياء، سلاح القوي ليس الخطف وإنما سلاح الضعيف. أن أكمم الأصوات، للأسف أن اليوم يعني الظلام يعتقل النور والجهل يحتجز العلم والباطل يختطف الحق. يعني نحن حقيقة يعني أصبحنا بل العبيد يحتجز الأحرار ويختطف الأحرار. نحن في زمن متناقضات، زمن العجائب عندما يسود الجهل. وكما قال يعني أحد الفلاسفة، إذا لم نحارب الجهل والفقر سنضطر يوما لمحاربة الجهلاء والفقراء. إذا لم نحارب الفقر والجهل سنضطر، وهذا هو الحاصل وهذا هو الحاصل اليوم. يعني فساد الظلم يتكئ على شريحة واسعة من الجهل والفقراء. ولا يا أخي كم يعني دكاترة وأساتذة وأطباء ومهندسين وعلماء وأئمة ومصلحين اليوم خلف القضبان، يحتجزهم أطفال ويحتجزهم جهلة للأسف، ويحتجزهم عبيد يقدسون بشر ويخنعون لبشر. يعني نرى كيف يقدس الواحد منهم يعني سيدة عبد الملك الحوثي، يعني في قناة المسيرة للأسف ظهر أحدهم في مرة من المرات سب الله علنا، لم يستفز المذيع ولم ينتقده الآخرون، لكن هل يجرؤ أن يسد أن 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 يسب أو يلمح لسيدهم؟ هذا تقديس للأشخاص فوق الله. طيب فيما يتعلق أيضا بملف المعتقلين المخفيين، أنا أنتقل هنا إلى المحامي عبد الباسط غازي، وهو محامي وناشط حقوقي كان له دور كبير أيضا في متابعة شؤون المختطفين والمعتقلين قسريا حقيقة حتى تم اعتقاله، وما زال هذا الرجل يتابع ويناضل من أجل الحقوق والحريات. أجدد الترحيب بك المحامي عبد الباسط غازي، وأهلا وسهلا فيك في قناة سهيل الفضائية. ولو تحدثنا عن يعني خلال تجربتك الماضية في النضال من أجل الحقوق والحريات وإطلاق سراح المختطفين من سجون الميليشيات، كيف تعامل هؤلاء مع مثل هذه الأعمال ولماذا اعتقلوك ويعني كيف تسير الأمور؟ الذي كان المحامي عبد الباسط، أنت معي أستاذ عبد الباسط؟ طيب حتى سنعود إلى المحامي عبد الباسط في هذا الإطار، لكن ذكرت أن هذا مثل هذه الأعمال مثل هذه التصرفات تعكس
مرحلة من الضعف، مرحلة من الخوف، مرحلة من التوجس حتى من الناس العاديين. ربما ليس كل الذين في سجون الحوثي يعني معارضون لسياستهم، وليس كل الذين في سجون الحوثي يعتبرون مثلا عليهم إدانات أو نحو ذلك. الخطف عشوائي، كل من اشتبه فيه يتم اعتقاله، هذا بمجمله ماذا يعني؟ يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، أي حركة أو أي اشتباه، أي نقطة ضوء يرونها هي عدو لهم دائما. الظلام، أي نقطة ضوء من طفل صغير أو من عالم كبير، من أستاذ أو من مزارع، من حرفي أو من رجل عادي، هي عدوة للظلام، لأن لا يخترق الظلام إلا نقاط الضوء البيضاء. فأي شيء في المجتمع هو يعتبره عدو، يعني إذا لم تكن في فلكة فأنت ضده. بالمناسبة يتم تعليق لوحات على شوارع صنعاء أن الذين يعني يتضجرون ويتململون من انعدام الكهرباء والماء إنما هم دواعش وخونة، يعني بهذه الصورة. يا أخي هم الآن يعني يحولوا الشعب كله إلى 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 داعش. الشعب 30 مليون وخمسة وعشرين مليون، بالله عليك، يعني كم مع الحوثي في أي محافظة، في أي قرية، في أي أفراد؟ وإذا رأيت منهم تجدهم أجهل الناس وأسفه الناس، للأسف. للأسف يعني نقول هذا بمرارة، للأسف بأنه جيش مثل هذه الفئات، تمام. في رمضان فقد الناس كثير من المصلحين، وفقد الناس كثير من الخيرين، وفقد الناس كثير من على مستوى الجمعيات الخيرية، منعت توزيع المواد الغذائية، فقد الفقراء من كان يواسيهم، فقد الأيتام من كان يكسوهم، فقد المريض من كان يعوده. يعني شعر الناس بالجرم وبعظم الجرم الذي ترتكبه هذه الميليشيات اليوم ضد نقاط الضوء في الشعب اليمني، وضد المصلحين في الشعب اليمني، ضد الأحرار في الشعب اليمني، من أي فئة كانوا، ومن أي حزب كانوا، ومن أي منطقة كانوا. يجب على الجميع. نعم، بما يتعلق بالأعداد الكبيرة الآن، هناك ربما بدأت تتكون بعض الإحصائيات لعدد المعتقلين، عدد الذين تم اختطافهم وهم في سجون الميليشيا الآن، رغم أن الإحصائيات ما زالت في طور البحث والاستكمال، لكن ربما بالآلاف حتى الآن عدد المسجونين والمختطفين. هناك كانت إحصائية لمركز حقوقي إلى نهاية مايو الماضي، يعني ما يقارب من 3010 الذي تم اختطافهم من قبل الحوثي. حصل تزايد في الشهرين الأخيرة، في الشهرين الأخيرة وفي هذا الشهر، وفي إحصائيات بالأمس نزلت، لا أدري مدى دقتها ولا لا، بأنه وصل العدد إلى ما يقارب 6000 مختطف. 6000 مختطف، جزء منهم أفرج عنهم، وكثير لا زال يقبع في السجون من كثير من المحافظات اليمنية، من كثير من المحافظات اليمنية، من صنعاء، من تعز، من عدن، من صعدة نفسها، ومن جميع محافظات. وليس هناك إحصائية دقيقة لأن العدد متزايد كل ساعة وكل ليلة. كل يوم تسمع بصديق، بقريب، بجار يختطف ويغيب خلف السجون وفي الظلام من هذه العصابة. لا زالت يعني مستمرة حتى يصحو الناس ويستيقظ الناس، ويعلم الناس بخطورة هذا المد، ويعلم المجتمع اليمني والشعب اليمني بخطورة هذه الفئة الباغية الباغية. حتى الاختطاف في القانون الإسلامي أخي الكريم، مثل ما يعني طبعا الاختطاف شرع لها القانون الدولي، جرائم شرع لها القانون اليمني، وممكن الأستاذ الذي كنت المحامي عبد الباسط ممكن يعود إلينا، أيوة سيتحدث عن هذا لأنه موجود في القانون، شرع في الشارع اليمني أو المشرع اليمني في قانون 12 في عام 94 ضمن جريمة الاختطاف ضمن الجرائم والعقوبات، وفي عام 98 أفرد لها قانون مستقل، القانون رقم 24 في العام 98، وصلت حد يعني عقوبة الاختطاف إلى الإعدام أو السجن بما لا يقل عن 50 سنة. عندما ينظر الإنسان إلى الحالة التي ربما تعيشها أسرة المختطف، بناته، أولاده، والدته ووالده، وخصوصا في شهر رمضان، والناس الآن داخلين على عيد الفطر المبارك، ويعني أهاليهم وأناسهم بعيدا عنهم ومختطفين ومغيبين في السجون، يعني حالة مأساوية، حالة إنسانية شديدة. كثير من الأسر تشعر بالأسى والحزن إذا كان عائلها مغترب، وهو يكد ليأتي بالمال ليسعدها، ومع ذلك تشعر بالفقدان. فكيف إذا كان عائلها يعني مغيب خلف السجون؟ كم أسرة
اليوم، يعني عندما تجلس على الإفطار أو على السحور لتأكل وعائلها مغيب خلف السجون، كم يتيم وأباه مغيب تحت التراب بسبب هذه العصابة، أو أخوه الأكبر أو من يعوله مختطف أو مسجون، يعني شيء مفزع. يستدعي من الجميع العمل والوقوف لمناصرة هؤلاء، لأنهم بالأخير مظلومين، ويعني هناك من ميليشيات تمارس الظلم عليهم. دعني أشرك المحامي فهد الحسيني، وهو محامي وناشط سياسي. أهلا وسهلا بك سيد فهد، وعشر مباركات، وتقبل الله منا ومن الجميع صالح الأعمال. لو تحدثنا فهد على يعني ما لديك من إحصائيات، وما لديك أيضا من خلال متابعتك من أرقام ونحو ذلك فيما يخص موضوع المعتقلين. السلام عليكم أستاذ دكتور. وعليك السلام. وحلقة المباركة عليكم وعلى ضيف الكريم وعلى جميع المشاهدين. على الجميع بإذن الله. الحقيقة يعني محافظة خد لا تختلف عن محافظة صنعاء، فيها الكثير من المعتقلين والمغيبين المخفيين قسريا. يعني في الفترة الأخيرة هناك من يتم إطلاقه ولا يتم الإطلاق إلا وهناك آخرين يتم التربص بهم واعتقالهم. آخر إحصائية كانت تحديد 70 معتقل في وسط المدينة، في سجون المحبوسين في المدينة وفي المديريات أيضا. يعني حتى إذا مسألة الاعتقالات ليست منظمة ولا تطبع جهة واحدة من جهة الحسين، وإنما تطبع أكثر من جهة. في المديريات يحصل اعتقالات، في المدينة يحصل اعتقالات، في أكثر من مكان. يعني حتى أيضا هناك أيضا تحصل مداعمات البيوت، وهناك من يتم أيضا التقاطهم ومراقبتهم في الشارع. وهناك مناشدات كثيرة ومطالبات بالإفراج عنهم، واغلبها يعني لا تجد سمعا. المنظمات طبعا ترصد، المسؤولين يعني احيانا يعيدون بالتوسط لدى هذه الجهات. فيعني في النادر في النادر في النادر ما تحصل هذه الوساطات على نتائج ايجابيه. واغلب الناشطين، اغلب المختطفين هم من الناشطين والشباب، ايضا من يعني من الاعلاميين والصحفيين، من شباب ثوره فبراير 2011، ومن العاملين ايضا في المجال الثوري. وهناك ايضا من هم مختطفين ايضا لا يعلم حتى سبب اختطافهم وسبب التربص بهم. ذكرت يعني عملية الاختطاف والافراج التي ربما احيانا تحدث، وذكرتها بانها عبر وسطاء، وبالاخير المسألة تعتمد على ما لديك من وسطاء ومعرفة، لانه حتى الاعتقال بدون قانون لن يكون الافراج بقانون. لكن التخوفات هنا أستاذ فهد يعني من عملية الاستغلال التي تتم للمعتقلين، أولا من حيث الوضع اللا إنساني داخل السجون والمعاملة اللا إنسانية فيها، الأمر الآخر اتخاذ الميليشيات لهم متارس ودروع بشرية، سواء في وضعهم على معسكرات وحيث تتواجد أسلحتهم أو في أماكن قريبة من تجمعاتهم. هذه في حد ذاتها، وأنت محام وحدثت، ماذا تعني في القانون؟ طبعاً هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، جرائم تتعلق بحق الإنسان في الحياة، حقية الحرية، حقية الحياة الكريمة. لدينا في جميع الدستور ولدينا قوانين تعاقب من يتم اعتقاله دون ما أمر قضائي يصدر من جهة مختصة. وكل الاختطافات والاعتقالات التي تمت في المرحلة الأخيرة جميعها خارج نطاق القانون، حتى أنك لا تدري ما هي التهم التي نسبت عليها من هؤلاء المختطفين، حتى من الجهات التي قامت باختطافها. يعني تسأل ما جرم هذا الذي اختطف؟ لماذا لا تعين النيابة العامة؟ لماذا لا يحل إلى القضاء؟ أيضا هناك كثير من أهالي المختطفين، بل أن أغلبهم لم يتمكنوا من الزيارات، لا تصلح بالزيارات إلا ما ندر وما قل، وبشكل نادر تماما. بل أن المختطف في بداية العام يظل 10 أيام 15 يوم يمنع من أن يزار تماما. وبعدها يمكن أن يزار جراء يعني كل فترة طائلة، وبالتالي بالإصابات وبالالتزامات وبالتوددات وتوسلات إلى آخر ذلك. يعني أما بالنسبة نحن كان لدينا الأستاذ الشهيد أمين الرجوي رحمه الله، تم اقتياده إلى المعتقلات الحوثي في مدينة كب، ثم لم يسمح للزيارة إلا زيارة واحدة لأولاده في يوم واحد مرتين، بتوسطات ايضا قيادات حزبيه وسياسيه وشخصيات اجتماعيه. وبعدها يعني منعت عنه الزياره تماما، ولم يظهر الا جثه في ثلاجه في المستشفى زمان العام، في اكبر مستشفى رسمي وحكومي في زمان.
ظهر جثة، يعني يقال أنه كان من ضمن من كانوا معتقلين في حران وفي سجن حران، وأنه ممن ضاق يعني ممن وضع كجرح بشري في أماكن تجر السلاح. هذه مسألة ما زالت تحتاج تحقيق. الذي يعرفونه أولاده وأقاربه أنه ظهر بعد اختطافه في فترة من الزمن ظهر جثة حامدة في إحدى الثلاجات في مستشفى في زباب، وهذه كلها تعد جرائم لا تسقط بالتقادم، وكل من يشارك فيها وكل من يتعاون فيها وكل من يحرض عليها يعد شريكا لا يمكن أن يسقط عن العقاب. وستأتي دولة القانون، ستأتي دولة المحكمة، ستأتي دولة القضاء، وكل من شارك في هذه الجرائم لا بد أن يمثل. ونحن أيضا بطبيعتنا شعب يمني لا يمكن، أيضا تعرف أنت أيضا الشعب اليمني أنه لا يمكن أن يترك حقه لا سيما في مجال الدم عندما يسقط الدماء، وسيتابع حقه في عن طريق القضاء مهما طال الوقت أو مهما طال الوقت. طيب ابقى معي محامي فهد، اعود الى ضيفي في الاستوديو المهندس صالح السقاف فيما يتعلق باستخدام هذه الجماعه للسياسيين وكذلك الصحفيين كدروع بشريه. طبعا سقط العديد من الشهداء كما ذكر المحامي وكما يعرف الجميع، وايضا العديد من الصحفيين ايضا في هذا الجانب، كان من ضمنهم مراسل قناه سهيل وقناه يمن شباب العيزري وزميله. هذه الجريمه ايضا من الناحيه النفسيه، البعض يريد ان يفهم لماذا يصل بالإنسان وبالبشر لارتكاب مثل هذه الجرائم؟ يعني بإمكان الإنسان أن يقتل، لكن أيضا أن يتمترس وراء المسكين والفقير والمختطف والأسير لترتكب الجريمة ويلفقها لجهة أخرى، ماذا تعني؟ أخي الكريم، يعني المتابع لسلوك مثل هذه الميليشيات سواء في اليمن أو في خارج اليمن، كما يعني تفعل يعني مثيلاتها في سوريا وفي العراق، يجد بأنهم يتفننون في القتل ويأتون بصور خارج عن الإطار البشري أو العقل البشري المتصور، وكأنهم يتلذذون يعني يتلذذون بالقتل، يتلذذون بالتعذيب. للأسف أن الحوثي اليوم هذه العصابات ترتكب جرائم مركبة، ليست جرائم مفردة، وإنما الاختطاف بحد ذاته جريمة. ثم أن أضع المختطف كدرع بشري وعرضه وهو يعني فاقد الحرية ومكبل في بين أربعة جدران تمام تحت القصف، هذه جريمة أخرى، جريمة داخل جريمة. هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض. هذا السلوك تستغرب بأن هناك في هذا الفكر شيء يجعل الإنسان يتصرف بتصرفات خارج السلوك الإنساني، يعني كأن الرحمة نزعت، كأن الرحمة نزعت من هؤلاء الناس. لذلك على المجتمع، هناك مسؤولية أخي الكريم على المجتمع أن يتحرك، على النشطاء أن يتحركون، على الإعلام أن يتحرك، على المثقفين، على السياسيين سواء بالداخل والخارج، على الجميع أن يتحرك، على المجتمع أن يرفع صوته، أن تقوم هناك مظاهرات وأن تقوم هناك اعتصامات، وعلى المختطفين أيضا أن يضغطوا بإضرابات داخل مختطفاتهم، أن تحرك القضايا سواء على الداخل، وإن كان القضاء مختطف الآن والجميع محاصر، يا أخي البلد كله مختطف، لكن أن تحرك هذه القضايا حتى تحفظ حقوق هؤلاء المختطفين، وأن تحرك أمام القضايا الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية، لأن الاختطاف جريمة. طبعا سنأتي إلى أدوار كل جهة في تحريك هذه النقطة، لكن أيضا كناشطين هناك تحركات ربما في هذا الإطار، وهناك حملات في هذا الجانب. نعم هناك مجموعة من الشباب يعني حقيقة أطلقوا حملة وأطلقوا هاشتاج على تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان الحرية للمختطفين لدى الحوثي، وأنا أدعو الجميع من هنا من على شاشة سهيل المباركة جميع النشطاء أن يتفاعلوا، وعلى كل واحد منا أن يساهم في هذه الحملة وأن يدعم. والحمد لله يعني هذه لها حوالي أسبوع منذ أن انطلقت، وصل الآن يعني الهاشتاج ما أكثر من 1,200,000 وأكثر من 240 تغريدة أو مغرد على تويتر لوحده. وأدعو الجميع يعني مثل هذه الأنشطة سواء هذه الحملات في الداخل أو في الخارج على مستوى الصحف أو على مستوى التلفزيون أو على مستوى الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي، أن يتحرك الجميع وأن لا يستقل الواحد منا أي جهد يبذله للإفراج عن 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 إخوتنا وعن أحبتنا وعن هؤلاء المختطفين، لأن في هذا الإطار، إطار الاختطاف العشوائي، الدور يتنقل بين الجميع وربما يصل إلى الكثير من الناس بهذا الشكل بدون سبب، بسبب سياسيا وغير سياسيا أيضا في هذا الإطار. ما وصل إلى كما قيل فيما وصل إلى جارك
ما أصبح في ما أمسى في جارك أصبح في دارك. نعم. تمام. اليوم يعني المختطف صديقك غدا المختطف أنت أو المختطف آخر. بخصوص المساندة أيضا المعتقلين في دقيقة واحدة حتى أخرج إلى فاصل. المحامي فهد الحسني، كان هناك اليوم وقفة أيضا لأهالي المعتقلين وأيضا محبيهم يطالبون أو المختطفين بمعنى أصح، لأن الاعتقال عندما يكون في القانون لكن هذا عملية اختطاف خارج القانون. كان هناك وقفة اليوم احتجاجية ومطلبية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون الحوثي من قبل أهاليهم في محافظة إب، وهي واحدة من الأنشطة التي تتم. ما المطلوب أيضا من المجتمع في هذا الإطار سيد فهد؟ نعم أخي العزيز، هناك وقفة كانت اليوم، وهناك وقفات في كل أسبوع، في كل أسبوع يمر هناك وقفات من أجل إطلاق المختطفين، أبناء المختطفين، بنات المختطفين، نساءهم، أمهاتهم. يوقفنا في كل أسبوع على حد علمي أنهم الثلاثاء، يناشدنا بالإفراج عن أبنائهن، عن أزواجهن، عن إخوانهن، عن كل من هو مختطف، لأن المسألة قد بلغت حد الإغتصاب. مسألة الاختطاف في اليمن لدينا هي مرفوضة ومرفوضة جملة وتفصيلا مجتمعيا. المجتمع يعني لم يعرف حتى مثل هذا السلوك من قبل، يرفضه رفضا باتا. من يقبل على انسان ان يخطف انسان ويخفيه فتره من الزمن، وبعد فتره يلقاه مهيتا او انه ايضا لا يخرج عنه الا بضمانات الجامعات دون الجرم، دون ان يحال الى جهه قضائيه، دون ان يحال الى النيابه او المحكمه، دون ان يسرده اتهام. يعني هذه المشكله، يعني اصبحت هذه الجرائم تتكاثر يوما بعد يوم، والناس ايضا يعني ربطهم يتكاثر بها يوما بعد يوم. وهناك ناشطين وهناك اسر تقعد وهناك وقفات متتاليه ومتتابعه، ولا يمكن ان ينسوا هؤلاء في يعني في اقبه هذه المحتفلات، لا يمكن ان ينسوا، الناس لن ينسوهم ابدا. صدق. اما عن الدور الذي مفترض ان يقوم، على حد علمي ان ايضا هناك قرار الامم المتحده قرار 22/16 الذي الزم بضروره الافراج عن كافه المختطفين السياسيين والمعتقلين السياسيين والناشطين. الى الان لم يتم تنفيذ هذا القرار هذا القرار القرار الذي أشرت إليه وهو المتعلق بدور الأمم المتحدة، وبالإضافة إلى دور الحكومة سيكون هو محورنا في نقاشنا بعد الفاصل. ستبقى معنا محامي فهد الحسن. مشاهدينا سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا، يبقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل نقاشنا في برنامج مستقبل الوطن حول المختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي وصالح. وهنا أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو المهندس صالح الثقافي الطهيفي الناشط السياسي، أهلا وسهلا فيك. كما أجدد أيضا الترحيب بالمحامي فهد الحسني وهو محامي وناشط حقوقي معنا من محافظة إب. قبل الفاصل المهندس صالح كنا نتحدث وقد أشار إلى ذلك المحامي فهد عن دور الأمم المتحدة. هناك قرار في مجلس من مجلس الأمن يتعلق بموضوع المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي ويطالب بالإفراج عنهم. إلى أي مدى الأمم المتحدة وخصوصا مبعوثها الأمم اليوم وهو موجود ويتواجد لدراسة هدنة إنسانية، إلى أي مدى تدخل مسألة المختطفين والمعتقلين كأولوية أيضا بالنسبة للأمم المتحدة في هذا المجال؟ والله يا أخي الكريم، شوف القرار 22/16 القرار الأممي وهي أعلى سلطة في هذا الكون إن صح، في هذا على الأرض سلطة بشرية، المجلس الأمن تحدث في أحد القرارات في قضية الإفراج عن المختطفين. نعم. السياسيين، وتحدث بل ذكر بعض المختطفين بالاسم للأسف، لكن هذه العصابات للأسف بأنها ضربت بهذا القرار عرض الحائط ولم يعنها شيء، وهذا يجعل علامات استفهام كبيرة حقيقة. يجب أن نقول بأن هناك علامات استفهام كبيرة على دور الأمم المتحدة تجاه اليمن. الأمم المتحدة قادرة على أن تضغط
وأصدرت قرارات ومنها هذا القرار بفقراته بما يتضمن المختطفين. وقد يكون قرار الإفراج عن المختطفين هو من أخف البنود بنود هذا القرار، ومع ذلك لم ينفذ. والأمم المتحدة لديها أدوات ولديها آليات، لديها محكمة الجنايات الدولية، وهي محكمة دولية ترفع لها هذه القضايا، قضايا الجرائم، وهي تجعل بأن جريمة الاختطاف من نفذ أو هدد أو نوى حتى بالنية، إذا ثابت عليه نية الاختطاف دخل هنا في أن يقدم إلى محكمة الجنايات الدولية. والدور على يعني ممثل الأمين العام المتحدة ولد الشيخ والمتواجد اليوم في صنعاء هي مسؤولية، والشعب اليمني يعني يراقب ولن ينسى من وقف معه من وقف ضده، ومن اجتهد ومن تهاون، سواء على المستوى الدولي وعلى ستنكشع هذه الغمة وستنجلي هذه الغمة وسينصب الميزان، سينصب ميزان في الأرض للتحاكم وللمحاكمة قبل أن، وسينصب هناك ميزان العدل أمام الله عز وجل. لن تضيع حقوق الناس، لن تضيع حقوق هؤلاء المعتقلين، ولن تضيع حقوق الأيتام من قتل أبنائهم، ولا هؤلاء المساكين الأطفال في هذا الشهر الكريم وفي رمضان الذين غيب آبائهم وإخوانهم ومعيلهم خلف السجون. يعني هؤلاء بالإمكان أن يكون لديهم لقاء مع ولد الشيخ أيضا للإطمئنان على، لماذا لا يتم معرفة أماكن بعض المعتقلين الذين هم مخفين قسرا حتى الآن؟ نعم، الأمم المتحدة أقول لديها من الأدوات الكثير، لكنها لم تفعل الأدوات على الأقل في هذا الجانب، في جانب المختطفين. أن تعطي بيانات، أن تعطي داتا لذوي المختطفين، أين يتواجد ذويهم وما حالتهم وكيف الوضع الصحي للمرضى. وبالبارحة يعني أفرج عن الدكتور فتح العزب، وللأسف في حالة يعني صحية سيئة، حالة مرضية سيئة، فهذه مسؤولية، أكل شيء مسؤولية أدبية أمام هذا العالم. نعم، إذن يظهر أمامنا الآن هاشتاج الحرية للمختطفين لدى الحوثي، وهو هاشتاج يتم تداوله الآن على نطاق واسع، ضاغط على هذه الجماعة من أجل أن تفرج عن المعتقلين والحرية لكل المعتقلين. طبعا بلغ عدد المشتركين حتى الآن 1,000,000 وكم؟ 200,000 و200,000، وهناك أيضا تفاعل مع هذا الهاشتاج. إذن أعود إليك المحامي فهد الحسني فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة، وخصوصا أن المبعوث الأممي ولد الشيخ يعني تواجد وما زال يتواجد في اليمن لدراسة هدنة إنسانية. أليس المختطفون وأهاليهم وأطفالهم يندرج بشكل أساسي ضمن الوضع الإنساني بمرتبة يعني متقدمة في هذا المجال؟ يا أخي الكريم، بالرغم من صدور القرار الأممي الذي نص صراحة وبشكل قاطع على ضرورة على وجود الإفراج عن كافة المعتقلين والناشطين السياسيين، إلا أن متابعتنا للأخبار والأخبار مبعوث الأمم المتحدة لم يرد إلى مسامعنا بأنه تم طرح موضوع المختطفين ولو حتى مرة واحدة، وهذا من المؤسف والمخجل. أن مسألة المختطفين مسألة إنسانية، لأن كما تفضل ضيفك أبو خليل الأستاذ صالح وتحدث أن هناك منهم مرضى، نعم هناك منهم مرضى وأمراضهم أيضا تكاد أن تؤدي لحياتهم، فالسكوت عن هذه المسألة وهو جانب إنساني بحت، مع أنه لا يحتاج إلى الكثير من العتاد أو القوة أو القرارات، مسألة مختطف في الأسوار السجون في المعتقلات يجب أن يفرج عنه، الذي يبقيه ولماذا يبقى تحت طائلة السجن؟ ولماذا يبقى تحت طائلة المعتقل؟ لماذا لم يحل القضاء؟ لماذا أيضا سكوت المبعوث الأممي عن مثل هذه القضايا؟ أنا أشكرك المحامي فهد الحسني الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محافظة إب، جدد الشكر لك. وأعود إلى ضيفي هنا فيما يتعلق بالأدوار المنوطة، هناك دور شعبي، هناك دور مساند، هناك دور المقاومة بشكل عام، وهناك دور أممي أيضا تجاه المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا، لكن أيضا هناك دور يتعلق بالحكومة والرئاسة. تعتقد أن الحكومة والرئاسة تؤدي دورها فيما يتعلق بقضية المختطفين وعلى رأسهم وزير الدفاع؟ للأسف لا، ولكن أخي الكريم يعني هناك مثل ما تفضلت هناك أدوار متعددة. دور الحكومة، حكومتنا الضعيفة للأسف
برأي الشخصي على الأقل هي أحد هذه الأدوار التي يجب أن يقوم، وإن كانت هي المسؤولة الأول عن 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 هؤلاء المواطنين، لأنهم مواطنين يمنيين، وهي الدولة اليمنية والحكومة الحكومة اليمنية، والرئيس المنتخب الرئيس اليمني، ونائب الرئيس نائب الرئيس اليمني، وهؤلاء مواطنين يمنيين. فالمسؤولية الأولى قبل أن تكون على المتحدة هي المسؤولية على الحكومة اليمنية وعلى الدولة اليمنية وعلى الأجهزة التنفيذية اليمنية الشرعية والمتواجد اليوم يعني في الرياض. يا أخي للأسف الحوثيين يعني أنفار على عدد الأصابع، ومع ذلك دوخوا العالم حتى في القضايا الحقوقية والإنسانية. لدينا إمكانات، لدينا من الحقوقيين ومن المنظمات الكثير، لماذا لا تفعل هذه الملفات؟ ليس لكفاءتهم، ولكن لأن العالم متواطئ معهم. متواطئ معهم لكن أنا لدي نحن انتكلمنا كشرعية كدولة يمنية. أنت لديك وزراء، لديك سفراء. يا أخي اتركهم بدل ما هم من يام هنا، خلهم يخرجون إلى العالم يحملوا هذه الملفات، يحملوا ملفات المعتقلين ويحملوا ملفات المخطوفين، يشرحوا للعالم ويضحوا للعالم. لا تنتظروا من العالم أن يأتيكم هنا إلى الأسرة، لا تنتظروا من العالم أن يأتيكم هنا إلى صلاة الاستقبال في فنادق الرياض. يجب على الجميع أن يتحرك وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، بداية من رئيس الجمهورية ومن نائب رئيس الجمهورية ومن هؤلاء الوزراء والسفراء اليوم الذين نحملهم الأمانة والمسؤولية أمام الله عز وجل. ويجب أن يعلموا أن الشعب سيحاسبهم يوما، لا أن يتنقلوا من سفرة إلى سفرة ومن مجلس إلى مجلس. يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام المعتقلين وأمام المختطفين. على الجميع أن يتحرك، إذا لم يتحركوا نحن نطالبهم بالعودة إلى اليمن، إلى تأمين منطقة جغرافية في اليمن وهي موجودة في حضرموت أو في مأرب أو في شبوة. ولكن نستغرب من هذا العجز ومن هذا التلكؤ ومن علامات الاستفهام الكبرى التي بدأت تظهر في رؤوس الناس جميعهم على هذا الأداء الضعيف الهش. هذه مسؤولية. لكن ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة وهي في وضعها الحالي، وكذلك الرئاسة للمعتقلين والمختطفين في هذا الشهر؟ تستطيع أن تقدم الكثير، تستطيع أن تحمل ملفات هؤلاء المخطوفين وهؤلاء إلى العالم أجمع، تستطيع أن تحرك قضاياها. يا أخي محكمة الجنايات إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى المنظمات الإنسانية، إلى المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى تحريك حتى المثقفين العرب والأجانب، إلى تحريك قضيتهم، إلى تحريك قضيتهم إعلاميا، إلى دعم أهاليهم إنسانيا، إلى كفالة الأسر، الدعم الإنساني لأسرهم والأوضاع. يعني لو نركز على هذه النقطة أيضا، يعني ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة في هذا؟ أنا أعتقد بأن يعني ممكن أن لا أريد أن أتحدى وزير الشؤون الاجتماعية واحد لديه إحصائية كاملة، وأن يظهر على شاشة التلفزيون ويقول لديه إحصائية فقط عدد كم المختطفين لدى الحوثي أو أين مناطقهم أو من ذويهم. يجب عليهم أن يتحركوا وأن يمدوا أقل شيء أسر هذه، أن يعيلوا. يا إخواني هؤلاء معيليهم خلف القضبان وخلف السجون من أجلكم، من أجل حماية شرعيتكم ومن أجل حماية يعني سيادتكم وسيادة الوطن. يجب أن لا تنسوا، يجب أن تتحرك. يا أخي هناك أدوات كثيرة، ليس المقاومة تقاوم على الأرض. بالنسبة للرصاص، لا تحمل الرصاص ولا تحمل البندق، احمل ورق واحمل قلم ورق، واترك سفيرك ووزيرك يذهب إلى الشرق والغرب، انفض هؤلاء الذين هنا إلى العالم. واجب أخلاقي ربما قبل أن يكون واجب تسميه مسؤولية، هم مسؤولين على واجب أخلاقي، لكن قبل هي مسؤولية مسؤولية مباشرة. يجب أن يعلموا بأنها مسؤولية مباشرة، ليس تكرما من منهم. عجز منهم، لا تكرما منهم ولا منا منهم، لا تكرما منهم ولا منا منهم. هذه مسؤولية سيحاسبون عليها أمام الله عز وجل، وسيحاسبهم الشعب غدا. ستنجلي هذه الغمة، وسيعود ستعود هذه العصابات إلى كهوفها، وستتقابل الأوجه بالأوجه. يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته صغير أو كبير، على الحكومة وعلى الأحزاب السياسية وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى مشايخ القبائل. يا أخي الاختطاف عار، الاختطاف فوق أنه مخالف السنن الإسلامية، مخالف العادات العربية، مخالف العادات القبلية، ونحن مجتمع قبلي. على المختطفين وذويهم أن يوجهوا رسالة ونداء إلى مشايخ القبائل الموجودين في اليمن، إن كان لا زال لديهم ذرة من نخوة أو بقية من شهامة، أن يقفوا في وجه الحوثي على الأقل
في في في, في إذا إذا سلموا بالوضع السياسي أولئك الرعاة والمشايخ الذين في اليمن عليهم أقل أن يوقفوا وأن يقفوا وأن يتشفعوا عند سيدهم يعني في 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 في, في, في هؤلاء المختطفين، يعني يتوسطون كما أشار الضيف أن ربما للإفراج عن هؤلاء رغم أن المختطفين هم في يعتبرون رموز للمقاومة، رموز أيضا للوطن وحماية. أنت تختطف مدني، تأتي إلى دكتور في عيادته ويعالج المرضى وتختطفه وتغيبه، تأتي إلى رجل عالم يأم الناس في مسجده ويصلي بهم وتختطفه وتغيبه، تأتي إلى مهندس في مكتبه وفي شركته، تأتي إلى نجار في مصنعه وفي منجرته وتغيبه، أنت لم تأتي إلى رجل يحمل السلاح عليه. ما الذي يمكن أن يقدمه رئيس الجمهورية للمختطفين؟ سؤال كبير يجب أن يوجه لرئيس الجمهورية، وعليه أن يكون شجاع وأن يجيب على هذا السؤال. رئيس الجمهورية لديه حكومة ولديه فريق ولديه دعم مادي، والمملكة العربية السعودية مشكورة يعني مستضيفة اليوم الحكومة اليمنية، ولا أعتقد أن هناك عجز. إن كنا في اليمن نتذرع بالعجز المادي فلا أعتقد اليوم أن يكون العجز المادي ذريعة على رئيس الجمهورية الذي نعزه ونقدره ونحترم شرعيته أن, 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 أن يقوم بمسؤوليته تجاه هؤلاء المختطفين وأن يحرك هذا الملف على الأقل إن أصبحت الملفات الأخرى مشلولة. طيب اليوم الناس يتحدثون عن هدنة إنسانية وكثر الكلام حول هذا الموضوع. الهدنة الإنسانية إن حدثت والكل يتفائل فيها، لكن تحدث من أجل المظلومين، تحدث من أجل الشعب، من أجل جميع المواطنين وجميع الناس، تحدث لإيصال المساعدات إلى كل المحتاجين، تحدث لإطلاق مثل هؤلاء. حديث عن هدنة إنسانية والمعارك على الأرض قائمة والمعتقلين في السجون والمساعدات تمنع عن المحتاجين إليها، ماذا يعني؟ أخي الهدنة في ظاهرها شيء جميل وشيء طيب، والناس ليسوا من دعاة حرب، وليسوا أن الناس يتمنون إخماد صوت الرصاص وإسكات صوت الرصاص ولو فترة من الزمن حتى يستعيد الناس، حتى يستعيد هذا الشعب عافيته. يا أخي الناس في مأساة. أنا لدي زميل من عدن وهو مغترب يتصل بأمه تقول: أمه أنا أتمنى شربة الماء البارد فقط، أتمنى أن أشرب ماء بارد، لي أشهر لم أشرب الماء البارد في عدن في شدة الحر في رمضان. طبعا كان هناك ولو قاطعتك بهدنة إنسانية لمدة 5 أيام لم يحترمها، لكن لم يتم احترامها، ولذلك المجتمع والناس فقدوا مثل أمل مثل هذه المأساة. أنا كنت أريد أن أحدثك عن هذا أخي الكريم، بأن هناك الهدنة التي سبقت ال5 أيام لم يلتزم الحوثي، بل استغلها الحوثي لصالحه، تحركت فيها قطاعاته الحربية وتحركت فيها قطاعاته العسكرية وتحركت التموينات وأمن ما بقي معه من 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 من, من صواريخ، سواء صواريخ سكود كبيرة أو صغيرة، ما تصل إلى الإقليم أو ما يضرب بها المواطن اليمني، أمن كثير من أسلحته واستغلها. لا نريد أن يتكرر الخطأ. إن كان هناك وزادت هدنة معاناة الشعب بعد هذه الهدنة بشكل أكبر، زادت معاناة وخصوصا في مدينة عدن وفي مدينة تعز، في مدينة تعز هو لي زميل يكلمني يقول: يمنعون الدجاج والخضار والخضروات والفواكه أن تدخل إلى مدينة تعز، إلى المدينة. قال: أما الغاز والماء وكذا هذه أصبحت من البديهيات أنها ممنوعة، شيء من الأساسيات. هذه مأساة يجب على الجميع أن يتحرك. بقى دور على الأحزاب السياسية، على يعني القادة والسياسيين الإعلاميين النشطاء الموجودين في الداخل والموجودين حتى في الخارج، والمسؤولية على الموجودين في الخارج أكبر. حزب التجمع العربي للإصلاح ربما يطاله العدد الأكبر من معتقليه، من أنصاره، من يعني كثير منهم في السجون، لكن لا يقتصر هذا العمل على أفراد وكوادر التجمع العلمي للإصلاح، بينما يشمل كثير من الأحزاب وأيضا الكثير من الشخصيات المستقلة. ما دور الأحزاب بالمجمل أيضا في مناصرة مثل هذه القضايا الإنسانية الحقوقية الديمقراطية التي تنمو في المناخ الديمقراطي حد الأحزاب أخي الحبيب ومنظمات المجتمع المدني هي بمثابة حكومات ظل للحكومة. يجب على هذه الأحزاب أن تكون أداة ضاغطة على الحكومة اليمنية وعلى الدولة اليمنية
هذه الأدوات، هذه الأحزاب يجب أن تتحرك للضغط على الحكومة اليمنية من أجل أن تضغط على المجتمع الدولي. وأيضا لدى هذه الأحزاب جميعها، لديها من المثقفين، لديها وحدات يعني لديها من المثقفين ولديها من المتعلمين ولديها من الإعلاميين الكثير، يجب عليها أن تحرك أيضا أدواتها بإمكانياتها الموجودة. أنا كحزب باستطاعتي أن أحرك آلة الإعلامية وأن أحرك الكتاب والصحفيين والمثقفين والسياسيين أن يحركوا هذا الملف وأن يتحدثوا عن هذا الملف سواء في الداخل أو في الخارج، حتى في الداخل، في الداخل اليمني سواء لخارج اليمن أو لداخل اليمن. يعني إن سلم بعض الناس لدواعي أمنية أو استجاب لدواعي أمنية، لكن يجب عليه أن يرفع الصوت تجاه هؤلاء المظلومين، هذه مظلمة وهذا عيب في حق الشعب اليمني. والله من المعيب أن يسكت شعب 25 مليون على أناس يعني هم من خير، هم قادة المجتمع، وهم يزجون إلى السجون دون محاكمة ودون تهم، دون تهم ودون محاكمة. يا أخي أحلهم للقضاء، يا أخي عنده شيء، عندك محكمة مهما كان يعني رأينا في هذه المحكمة، أحله إلى القضاء والقضاء يتهمه بواحد اثنين ثلاثة، يعمل له محامي، يصدر عليه حكم وسيسلم الناس. أما أنك تقيد حرية الناس وتأتي تختطفه من بيته أو من مسجده فجأة بدون مقدمات، نعم. هذه جريمة ضمن العبث الحوثي صالحي إن صح التعبير بالدولة وبالوطن وحتى النسيج الاجتماعي اليوم الذي أصيب وضرب في الصميم، وأصبح الناس يتمايزون ويفرزون مناطقيا مذهبيا إلى غير ذلك. تأتي مسألة التناقضات في تحرير الحوثيين وإطلاقهم للمعتقلين في السجون، مثلا معتقلي القاعدة والذين عليهم أحكام قتل وسرقة ونهب يتم تحريرهم من السجون وإطلاقهم، كما حدث في السجن المركزي في تعز، كما حصل أيضا في السجن المركزي في المحويت وغيرها حقيقة من السجون. يتم تحرير المجرم ويتم اختطاف الأستاذ والمعلم والسياسي والصحفي وغيره وإيداعه في السجون. لماذا هذا التناقض وما وعلى ماذا يدل؟ لأن الصراع مثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة يا أخي بين الجهل وبين العلم وبين الظلام وبين النور. فالجهل يريد أن يوسع من دائرته، الإجرام يريد أن يوسع من دائرته. يعني هناك يعني لابد أن يجعل له رافد، ومن روافد هؤلاء المجرمين هؤلاء الكتلة يستفيد منهم، يجيشهم، يجندهم، تجندهم العصابات سواء المتطرفة في اليمين أو المتطرفة في اليسار، هي تجند كل هؤلاء. ولذلك يطلق اليوم السجناء بالجملة. يا أخي لا يأتون أي مدينة إلا ويكون أول هدف لهم المسجد ودار القرآن والسجن، هدم الخير وبناء الشر، تقييد الخير وترك العنان للشر. أطلق صراحة الكتلة والنهابين والسرق والمجرمين، تمام، ليكونوا أداة لي. هو يزيد من أدواته، يزيد من أدواته، ويريد أن يضعف من 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 من, من أدوات الخير التي تقابله. نعم. وبالتالي هذا الأسلوب أيضا ربما جريمة أن يتم إطلاق السجناء. تابعنا سويا كيف تم إطلاق المعتقلين في البنك يعني السجن المركزي في داخل تعز من أجل أن يلصق التهمة في الطرف الآخر وأنه هو المتسبب، وأيضا استخدامها في جانب آخر. فيما يتعلق بقضية المختطفين الآن وفي ختام مجمل هذه الأحداث، ما الفكرة، ما الأشياء، ما الأمور المطلوبة من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل التوجهات سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية تجاه الوضع الإنساني الشديد والصعب للمختطفين والمعتقلين، ونحن في شهر رمضان الذي شارف على الانتهاء ويأتي العيد الذي يجتمع فيه الأحباب ويلم فيها الشمل وهؤلاء بعيدين عن أسرهم؟ والله يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته على الجانب الرسمي وعلى الجانب الشعبي وعلى الجانب المجتمع المدني. تكلمنا في جانب الحكومة، على الجميع أن يتحرك. وأنا أشكر الإخوة من أطلقوا يعني مبادرة الحرية للمختطفين لدى الحوثي، وأدعو الجميع أن يتفاعل، أدعو الجميع أن يتفاعل مع هذه الحملة ومع غيرها، وأن يرفع الجميع صوته. ما هي الأفكار التي يعمل الناس عليها في إطار هذه؟ بإمكان الناس إطلاق مثل هذه الحملات، بإمكان الناس عمل اعتصامات، بإمكان الناس عمل حتى خطب في المسجد وذكر وتنشيط هذه القضايا في خطب الجمعة، في المقابلات التلفزيونية، في وسائل التواصل الاجتماعي، في من لديه في القنوات الفضائية، وأنا أخص هنا من لديهم يعني اللغة الإنجليزية، لغة الغرب الذي هو اليوم يعني ورقة ضاغطة على الجميع أن يزكوا
علمهم هذا بأن يعني ينشروا هذه الأخبار وأن يرفعوا مثل هذه القضايا إلى المنظمات الدولية المهتمة بهذا الجانب. نعم. وبالنسبة للحكومة وغيرها من الأحزاب بالنسبة السياسية. للحكومة تكلمنا في هذا يعني أعتقد نجدد الدعوة إن كان لديها يعني حس يكفيها ما سمع. يكفيها ما ذكرنا. أنا أشكرك المهندس صالح السقاف الطهيفي الناشط السياسي، كنت معنا في الاستوديو شرفتنا. لا أنسى أن أشكر المحامي فهد الحسني المحامي والناشط الحقوقي رئيس لجنة الحقوق والحريات، أشكره شكرا جزيلا. أشكر المشاهدين الأعزاء الذين تابعونا في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى سيرى المختطفون والمعتقلون النور وسيعودون إلى أسرهم سالمين غانمين، لهم الحب والتقدير من كل أبناء الوطن. لكم الشكر أيضا على المتابعة، أستودعكم الله.